شو هذا شوي شو انا انا قاعد مسوي حقه اويا مال ها مسوي اويا مال تعرف اويا مال فهمتها ما قدرت اصبر وجيتك قبل ما وعدنا بساعة بدون حتى اعطني اياها شوفه اعطنيها يا حي ما تثبت ها تثبت انا ها شوفه اه يا مال اه يا مال اه يا مال ايش رايك ناخذها بدون شوفه راسي سيده مو مسطح نزل ثبته زين يلا عطها اوه يا الله فك الغطاء ثقلها يا ولد اعوذ بالله شوف تحداني ما اخليها تطيح تحداك ما اطيح او يا مال وينك يا با حياك يا با شنو يا با شنو الخبز وياي يا با يلا وثامر يلا سميكات وياك يلا يا با سميكات وياك يلا مشينا يلا مشينا يلا يا وينك وين تبينا نجلس بالفريج هذا ولا الفريج سويلي فريج سويلي يا با يلا مشينا شوف يا ابوي شوف صيدي والله صيدي مية شركة يا ابوي سعد بس وين راح الشركة امسك انا بروح نجيب ماي 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 مو من صدقك مو من صدقك ما جبت ماي حجي هاي الماي شوف ايه كني انا باصب في الكويت زمان وين جاي تشري كنك ايش خلاص يلا دقيقة لك دور ولا دور يلا خلنا نشوف من بيضبطها بالله جبني ما عليك ضبطك والله ضبطك هياك يوبا الزين حوالينا والشين حوالينا تريري احط موسيقى شيء يا ولد يا مال يا مال الله بالخير يوبا الله بالخير عمي الله بالخير حجي كيف الحال يلا حي شلونك محمد طيب كيف الحال شلونك عساك طيب والله تمام شلونك يا معود وين الدنيا بك والله موجود هني في الفريج موجودين انت شلونك انت شخبارك والله زين يوبا زين والله يا اخي وين من زمان بجيك من ايام الديوانيه ما شفتك يا معود ريح نعطيك شاي خلنا نعطيك شاي استريح الله بالخير خلني اشوف وياك موجود ما انا فاتح لي بسط على قدي يوبا بجيب لك الشاي خذ راحتك يوبا يلا يا ما شاء الله مش هالزين ابو جاسم زين وجودك يا ابو خالد انك شاد حيلك يوبا اي والله شغالين عسى الله يرزقنا وكيف السوق وياكم كيف والله بركه من رب العالمين وين ابو صويلح وابو جاسم ابو جاسم فتح لي شركه والله شو الشركه ايوه وتزوج له واحدة ما شاء الله معاها وش معنا فلوس بكويتي دنانير يوبا دنانير معها دنانير بيزات ودنانير معها بيزات ولا اقول لك لا اشرب شاي معود اشرب شاي الله عاد هالشاي يوبا وين تذكر ايام السبعينات والله زمان والله من زمان انا مشتاق لك سمسم يوبا هذا العيش يوبا هذا عيش ما شاء الله قرب هذا شغليدي اجعلها العافيه الله يعافيك ما شاء الله عاد له خوش طعم حبيبي خلود حبيبي منورنا والله ابو خلود كبرنا في العمر يا ابو خلود توك شباب يوبا والله كبرنا اقول لك اسلم صار على ام محمد وين تذكرهم كانت تكوينه اي والله
ايش صار عليها باقي بالفريج والله راحت توفت رحمه الله عليها الله يخمد روحها لينه امين العيالك وين وصلوا الحين بالدراسه جسوم اي وين جسوم الان عسكري تقول لي حمود فتح شركه حمود فتح شركه ايش نعم سووه نعم سووه لا ما شاء والله لسه الله اقول لك اسلام احنا كبرنا بالعمر يا ابو محمد والله كبرنا لكن الحمد لله دام هالبسطه تمشينا وتمشيك الحمد لله الحمد على الله مخلينها يا ابو والله على الله الا شوف الفريج الثاني وشوف الدنيا ماكو سوق عندهم هالسوق هنا عندك شوف الجيران وال الله يعطيك عرف واحد قال ابو حازم ابو حازم شوف هنا قاعد يبسط هذاك عنده بسطه شوف ابو حازم الله بالخير ابو حازم كيف حالك ابو حازم طول عمرك ان شاء الله زين ابو حازم طالبينك سلف احنا ليش ما تنطينا وجه كمل مستمتع في المشهد الا اقول لك هاك اليوم رحنا السعوديه رحت السعوديه اي رحنا سلمنا على الربع ما لقيت ما لقيت يا اخي طلعنا للخافجي وبعد هذا الشيء والله والله الخافجي اي رحنا الخافجي والله زمان على الخافجي يا معود تدري اخر مره متى رحت متى تسعينات يا معود ايام ذيك ايام ها لا زانت الخافجي زانت السعوديه تطورت السعوديه والله تطورت خاصه الرياض يا ولد صار عندهم صار في الرياض صار عندهم اشياء ما شاء الله تبارك الرحمن انا سمعت ان بيستضيفون كاس العالم 2034 يا معود يا ولد ما درج صار وياهم صار عندهم الرياض الخضراء ايوه صار عندهم 2030 الرؤيه ما شاء الله يا ولد ما شاء الله اقول لك السعوديه تطورت من اشكال ترفيه ودنيا خوش سعوديه الله يطول باعماره حكومه السعوديه احنا في الكويت اي وين بسوق مباركيه احنا قاعدين في مشهد خربت علينا تكفى لا وش يعني المشهد كذا وين مكان في مباركيه في الكويت ممكن نكمل ان نتكلم عن موضوع تطور الرياض مباركيه صح ها مباركيه هلا اقول لك الرياض ما شاء الله زانت الحمد لله الله يحفظها ويحفظ ولي امرها يا رب قول الله امين اللهم امين يا رب العالمين لا اقول لك هاك اليوم اشتقت الكويت يوم معود والله العظيم اشتقت هاليالس الزينه والبحر تذكر ايام البحر يوم كنا نصيد تذكر يوم احنا نركب على الطراق يا ايام النواخذ والله نواخين والله ايام تذكر من غوص ندور اللؤلؤ اللؤلؤ عطني فنجانك فنجانك بالعافيه بالعافيه خذ بيالتي 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 اي لا اقول لك اسلم ابو محمد بدكم دور الدورين دورين اوه بسالك يا يوبا قل لي تذكر أبوك. يوم اعطيتك 5000 دينار ايه هاك كم 5000 دينار يابا واجد اي كنا صعدها لكن اسمع هاك اليوم جيتك وانت نايم وانت نايم جيتك حطيتها لك تحت المساعده بيض الله وجهك زينك علمتني عشان اشكرك بس ما لقيت شيء تحت المساعدة. شنو ما لقيت شيء انا اعطيته جسوم ولدك ولدك باقيك ما انا ما ادري بس بعد هاك اليوم تدري شو صار؟ ولدك فتح شركة يمكن ولدك فتح شركة بالفلوس إلا بسألك يبا إلا سامي عمي متى بين نروح السعودية؟ والله تم أنا جاهز يبا ما تبغى نروح قناة الواقع؟ شنو هي قناة الواقع؟ ما تعرف قناة الواقع ولا تياب صدق معراك معليش ما تعرف قناة الواقع؟ أيوه أسمع بها كان ولدي يداوم فيها مدري يسجل فيها ولدك كان مسجل فيها ولدي سيف 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 كان مع واحد اسمه نويف نايف بنتان يا زينهم اثنين كانوا يعني نايف ثامر صيده ذاك اي لا مو بصيده هو صيده ذاك اسمع اللي اقول لك كان يقول بالبرنامج كار كار بحرف الكاريزما اثنين وشنو هذا كاريزما؟ هاي برنامج في قناة الواقع شنو هنا؟ برنامج في قناة الواقع حجي يمدحونه عدل كان فيهم شخصين ايوه جالسين الحين يمكن الهوى عليهم مو عليهم يا ربي اذكر يا ولد كان الهوى عليهم ما ادري مو عليهم ايام يبا عندهم مدير اسمه ناصر الغامدي يبا الله
وش عليه قادح والله قادح والله والله قادح ايش جوال ايش خروج ايش بسطه بس لو يعطينا خروج ندعي له يبا اللي اقول لك اسلم يا معود بنزورهم نزورهم ليش ما نزورهم بس احنا لازم نروح سوق مباركية ناخذ لنا كم غرض نجيهم نعطيهم هدايا خلاص انا باخذ من عندي عيش اي اهم شيء العيش وباخذ السراج هذا اللي مسويه يدي هذا يدي يدي, يدي 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 لا لا يدي يعني جدي يدي مسويه ابغى تقول يدي يدي لا لا يدي يدي ايه يدي سواه خوش خوش هو هذا هذا تذكر يوم سويناه ايام البرشه الله تذكر هاي هاي انا نفس الصاع يا حجي ايوه اللي اقول لك على حاجه انت ما تدري شي صار وياي ايش صار يبا هاك اليوم انا طالع من عند الاشاره ايوه تدري وين رايح؟ وين رايح؟ رايح اليمعيه رايح اليمعيه مو من صدقك رايح اليمعيه تدري صار وياي؟ ايش صار وياي؟ الا والله خرب التاير يبا خرب التاير يبا التاير انا قاعد تسوي وش سوي؟ دق له هرن دق له هرن 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 مره واحده دق هرن عشان هرن ولا شوايه؟ لا هرن تين اه بوري ايه هرن على دقرين علق لك على هرين عيا يصحى مو من صدقك يبا ايوه ايوه صح تدري ايش سويت سويت يبا انا وقفت على اليمين صفطت اي وقفت على اليمين يبا جاتك دوريه لا مو بدوريه جاتني النجده يبا النجده اي والله يصير اللي يصير اه عشان صار يا معود لا تقول شو صار كل شيء اللي ما صار اقول وجسوم تراك زودتها عاد انا لمح ملونه بيك تمشي يبا ما عندك زباين انت انت ما عندك زباين اساسا خوتك ما ابغاها انت 20 سنه في البسطه يا شيخ ما تفهم انت 20 سنه في راعي شركات ولا تفهم بالامور انت عيالك باقول جبل السلف يبا اخي لا تسمعني لا تسمعني الكلام الفاخر يبا لا مو بنت اللي كذا من غيرك علي والله غيرتني الفلوس لازم اقول لك دنيا غيرتك اسمعني اسمعني ابو حمود اسمعني يا ابو جاسم انني اصلك وتعداك اسلم جاسم انا بقول لك على حاجه قول قول يا معود قول اذا عيال اذا ولدك اي ولدك يسوم اي اذا ولدك يسوم باقي لا تقول لي انا ايش صار وياه اي تهدد تعرف انت تهدد يا لا انا ما هدد لا لا تهدد انا قل انك تهدد انا ببيزاتي يا غيرت عليك انا ببيزاتي انا ما لي شغل وياك طيب شوف ولدك شوف جسوم شوف ابو خالد شوف ام محمد الله يرحمها يمكن اسمعني اسمعني ماسي ابو خالد وياسم احنا اصحاب وياسم ابو حمود ابو حمود الله يا اخي احنا اصحاب ذكر ايام احنا اصحاب احنا اصحاب بس ما تسرقني عشان بيزات يا عمي قسم بالله احنا اخوان اي والله احنا يا اخي ايش الفلوس هذه اي والله فلوس مو بزينه اي والله بس تدري حميها حراميها يبا اي والله خلنا نروح نشوف البسطه ايش شوفه منو ذا هاي سيف يلا حيه هاي يا من السعوديه اكيد هاي سعودي انت تعال 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 انت جو ايش اكيد انت من السعوديه يا سيف صح جو لا 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 انا سيف جو 10000 تطلع جو تاخذك 10000 تروح تطلع سيف من وين سيف من السعوديه جاي من السعوديه حياك الله سوق المباركيه ويا تعال تعال يبا بسطه بسطه تعال 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 شوف شوف ويانا تعال شوف تعال عندك ابو جسوم 30 سنه في العيش هذا شغل عيش عيش يبا عيش شغلين عيش كويتي يبا ارفع ارفع الغضب ابو حمود اي عيش عيش يبا والله عيش شغل شم شم الريحه ابو حمود الله حيا من زمان يا اسمع تدري ايش ويانا مع العيش او شيء ويانا شاي شاي يبا شاي مخدر شاي مخدر يبا شاي غربي شاي مباركية شاي الغربي شاي الغربي ايه تدري ايش ويانا بعد سراج سراج يدي يدي تكلمت بعد يقول عندنا سراج يدي مو يدي 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 ايه شيبه يدي خروح نسلم على اهل السعوديه يلا والله عاد ضيوفنا اهل السعوديه يا هلا بأهل السعودية ايه خذ لك يا اهل السعوديه خلنا نشوف اصبر اصبر جيب هي جنبي اه بسم الله عليك قم سلم على السعوديه ما ابي اسلم تعطوني 100 نقطه اعطيك 100 نقطه 50 50 من اليمين من منور حجي منور ما عاد عرفت انا والله يابا هلا بريحه السعوديه هلا بريحه طالعي هلا بريحه حالي اي لسه هناك والله منور الدنيا يا محجي هلا والله اعطيكم قصيد يلا تفضل شنو قصيد؟ اسمعكم اذا ما عجبكم دق علي حبيبي احنا نسمع عبد الله رويشد خالد المله ما
ما عندنا حركات دي. ما نسولف احنا وايد رحنا. ثلاثة واثنين وقال لا خلاص شو كان يقطع علينا يوه والله قطع علينا صيد يوه بس نحبهم عيال السعودية السعودية الكويتي سعودي والكويت سعودي الكويت كويت سعود كويت دوري دوري اي شو يلا خلنا نسمع اسمع قصيد خلنا نسمع انا بقول يلا زنجبيل حق الغربي انا ادري في بروح الجمعيه بجيب زنجبيل واجي وياي على وين ابو حمود على وين بجيب يا زنجبيل يا ابو حفظ الله يا ابو حمود تبي شي ابو جاسم سلامتك بس انت مع الشركه شركات اليوم شركات لا ما ابوك الشركه لحد يبوقها وياك انا ادري واعرفك بتبوقها زين ما ابوقها ما ابوقها الله ولا تدري لا وظف العيال وظف النظارة اي ها؟ قطك بالنظارة عطني النظارة طش هاي بحذفها عن اذنك طش هاي انا شبيه بس يلا قول سمعني بيتين هذه الشاعر الجميل عبد الله حنيف ونعم تدري شو يقول؟ شو يقول يابا شو يقول؟ يقول كنت ناسي توها نفسي استراحت الله ليه جتني والجفا كفى ووفى عفى جت بعد غيبه تودعني وراحت مثل الشرك بولد لكن الله اكبر الله صح لسانك سمك واحده ثانيه برضه يلا عندي وادي بس وش يقول عبد الله حنيف برضه حبيبي قرب لي يقول خدك واخذ الذكريات تصحي الهم بدري ادري تاثرت مني ومنها تاثرت أرت من حكمه الله حط همي بصدري لو ان همي في رجولي تاثرت يا سلام الله جميل احب 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 قصايدي وش يقول ليش حاطها على الطاوله لغز يقول الكرامه بما ان تعرف شو معنى الكرامه كرامه تعرف حلو اللي فاقدها لا لا مو ايوه ما مطبخ الكرامه معليش طلنتك يقول من قال مكروه الجفاء والوصل فرض الله اكبر واصل مع اللي واصلون وسلامتك اتك ها اذا الوصل نزل كرامتك للارض غب الغياب اللي يرجع كرامتك انا اسمع صوت ابو حمود يابا يا مرض تقول الله مرض اسلام ابو حمود والله ابو حمود جيت وش جابك حبيبي من بعد طول المغيبي ولا انا وياه حبيبي تغرق الخرج كمان اكثر شوف ايام ايام يبا ايام ناخذها ابو حمود هذه من افضل القصائد اللي انا سمعتها في 13 سنه الاخير السلام يا بعد لا تسالني ليه 13 بس اعطني ابو حمود المسبحه هذه بتعجب فيصل هنصير وياه هذا يبا من اول يقول كلام ما ادري شنو يقول غبت يلي تدري اني من الفرقه حزين حزين ما تخاف الله من الروح اللي ناشها اي بالله صار حبك مثل الايام من عمر السجين تنحسب له من حياته وهو ما عاشها اسمع خلني اعطيه قصيده خلني بعطي قصيده انت صوت ما في اقول كم مره يحطون له مكبرات اصوات لليل اعطوني مكبر صوت عشان يسمعوني كم مره اطق بابك بغرفه تنادين اختك بحرقه دخيل تشوفي من على الباب ترى اذانا وزعجنا كم مره بابج عرفت القصيده اللي قلناها كم مره دق بابج هاي قصيده شو اقول لك فيها ما فيها هاي قصيده والله اتخذ زواج اسلم ايه خل اتخذ زواج اللي فيه واحد جيت تسلم عليه لو سلام تحس اني خاص منه يسلم وانا كنت اصور قلت لولا الحياه كان ما صافحك بيميني يمين لولا الحياه كان ما صافحك بيميني يلي تبي الطايله ولا تناوشها اضحكتني وشفتك وانت تدعيني لا تخاف صورتك والله ما شوشها تجمعت كلها ختم وملايين وشيخ الياكب الدعوه يخوشها الله والله شاعر هذا يبا صح شاعر فيصل
ما شاء الله عليه شاعر فيصل حزم. ايه يقولون شاعر معروف معروف يوبا كان يصور سناب زمان يبا شعرف قندي يوبا كان يسوي كان يصور سناب ويغطي حفلات حفلات يوبا كل حفلة في الدمام هو يصور يوبا لا بالجنوب بعد بالجنوب كل مكان تفتح قشعة تحصل تحت فيصل ما شاء الله عاد قطر الكويت كان يجينا يا رجال ايوه اذكر بزواج ولدعمي انا يوبا اذكر حبيبي في كاس العالم ميسي يوم اخذ جاي يصور يوبا في كل مكان طالع هذه تذكر يوم التسعينات يوم جانا ايه اذكر يوبا ايام كم؟ التسعينات يوبا حتى سلم مو مدير كانت وياك يلا يلا ابو حمود انا استاذنك عاد عاد وين رايح؟ رايح انام ارقد يوبا صدق ايوه ايوه وين ترقد؟ يوبا خلاص ما عاد اشوف من امس وانا فاتح الدكان خلاص روح بطل بطل تشيل اغراضك سكر الدكان خلو خلي الدكان خلي بجي لا سكر الدكان سكر الدكان رجع رجع الاغراض وخلنا نسكر الدكان يوبا لان شو ما تجينا البلديه يوبا الله 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 يا وسع صدري عند زلة رفيقي رفيقي أيوه. وش خانة الرفقة هي إذا أخطأ وأنا أخطيت الله نحط قدامي جبل في طريقي شفت الجبل كفر شفت الجبل كبر الحصى وتعديت مش عن البراك الدكان اللي قدام يا ولد ريح ال في ريح 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 حراق يا معود والله الله روح روح ارقد ها صحيح روح ارقد يا جماعة من مسوي شعر صدري يوجعني يا ولد يا رجال مثبت على القز خلاص اشتغل روح ذاك استهين تعال لا ابو حمود لا لا ابو حمود لا تتهور لا ابو حمود لا تتهور اقول ابو حمود ما عندي حمود ابو خلود لا تبليشني الحين ابو مهدي اي خليك على ابو مهدي اقول لك سكرت الدكان يا ابو سكرت يا معود بدري طيب رايح رايح ارقد يا ابو صادق الله عطر المجلس جميل بالله بالله خذ معك سيف عطى تمر خليه يجي تعال تعال ابو مهدي تعال يلا بنروح نجيب تمر ونجي